حبيت واحد وبعد مش على روحه معناها وحده وحده. شنو هي الاسباب وحده هكاك؟ اي قد ايه قعدتوا مع بعضكم؟ برشا برشا. كي وصل الامور عرس في ساعة جوستومون كي ولدت حكايه سيريو مش على روحه. هذاك علاش ما عادش تعطي ثقه في الرجال اليوم؟ جوستومون هكاك هرب لي امور ماديه ولا شنو؟ هو بطبيعه امور ماديه معناها مضعضع في تونس وكل شيء فهمت؟ اما كيفاش؟ ما نعرفش السبب بين الحق. لكن نبنيه على علاقات اخرى، يمكن علاقه فشلت ان شاء الله تجيك علاقه تنجح. ثم بنات زادة واصلوا حياتهم مع ناس حبوهم وكانوا عند كلمتهم وعرشوا. ان شاء الله ربي يهني ناس الكل. ما نجم نقول حتى شيء اخر. مواصفات فارس احلامك كيفاش تحب؟ يكون راجل كهو يزي. والله يزي. يكون عنده الباكو ولا؟ مش المهم معناها نجمو نعملوا مع بعضنا الباكو. يعني تقول انت السترة باهية وكاو؟ اي المهم يكون راجل هذا المهم بالنسبة لي انا. كثرة الخيانة تو في تونس، يعني الخيانة ولات حاجة عادية، يعني انسان تعرفه ساعات يعني وتبدا مع عندك معاه برشا يعني وقت وفي اخر لحظة تكتشف انه يخون فيك، وهذه حاجة خايبة برشا في المجتمع نتاعنا تو. يعني المرأة ما تعطيش ثقة في الراجل على خاطر يخونها؟ هو شوف، هو قبل كل شيء الثقة، هي الثقة هي يعني اونتر بارونتيز الثقة في الوثيقة، يعني إذا كان فما وثيقة يمكن. أما توا تقول لي متصاحبين ولا تعرفوا ولا عندها عام اثنين كله، يعني ماهوش مبرر أنه باش ما يخونش. يعني وأكثر حاجة يعني تو في المجتمع نتاعنا تغطي هي المادة، إذا كان تتغلى فلوس يعني تو حسب الفلوس، نساء أنا راهم فلوس، ما فماش هكا الثقة وكل كيفاش نفسرها لك يعني الثقة واللي الوعد، انه تو ما عادش فما وعد في تونس. الوعد هو وعد فلوس، عندك فلوس توصل معاك، ما عندكش ما توصلش. يعني تقول انت المراه تبدل الراجل ولا الراجل يبدل المراه على خاطر الفلوس؟ اكثر حاجه راه نسيت بدل، اما الراجل مستحيل، يعني الراجل يبقى ديما راجل. النساء قالوا الرجال وزمان ما فيهمش امان، على خاطر الراجل اللي ياخذ امراه يبدا زوالي، نهار يعطيه ربي يولي لاباس عليه ويدور في يده الفلوس، اول حاجه يعملها يطلق مرته وياخذ واحده اخرى صغيره. هذه ترجع للجذر الاول نتاع الراجل، يعني الرجل من الاول شنيا هو؟ شنيا يعني البنيه نتاعو من الاول شنيا؟ يعني اذا كان هو من الاول تربى انه يعني حب الانسان هذيك ومعناها وعدها، كي سوا فما فلوس ولا ما فماش، يعني ما الفلوس عمرها ما تبدل اذا كان ثم وعد من الاول. انت معرس ولا لا؟ لا لا. باهي عازم، عندك شكون في حياتك؟ بور المون توا عندي شكون في حياتي. اي. زعما عندك فيها ثقه ولا تخاف يجي نهار وتبدلك؟ بكل صراحه. والله بكل صراحه هو سؤال فلسفي شويه، اما ما نجمش نحكم خاطر بريود قصيره. بريود قصيره ما نجمش نحكم. فهمتني؟ كي جات بريود طويله يمكن نقول لك، اما توا يعني ابيان طول يعني الحكايه ما نجمش نحكم عليها. مازال اونكور. اي. اون سيبوزون في البريود هذه والقصه هذه اونكور انت وياها وتلقى واحده اخرى وتعجبك. تنجم تميل الأخرى؟ لا مستحيل. وعد المؤمن دين. أنا في حياتي ما عنديش يعني دوبة شخصية، أنا عندي إنسان في حياتي نهارت لي توفى الحكاية ذيك، يعني يبدو هو في باله أن الحكاية ذيك تقصت يمكن أن نشوف حياتي مرة أخرى، أما مازلت أنا معاه ما نجمش أنا الخيانة لا. في ألمانيا يسموها الخيانة العظمى. في تونس إيش نسموها؟ في تونس سموها اللي بعده قوي سعد.